باسم اللجنة العليا لمهرجان جرش، ممثلة بمعالي وزيرة الثقافة الأستاذة هفاء نجار والأستاذ أيمن سماوي المدير التنفيذي للمهرجان، أتقدم لكم بالشكر والعرفان على هذا الحضور البهي الجميل في هذا اليوم الذي نشاهد به مباريات ونشاهد به شوية حرب. فكل الاحترام والتقدير لكم جميعا، واسمحوا لي أخص بالشكر المكتبة الوطنية، هذا المكنز التاريخي للأردن، الأردنيين المثقفين وغير المثقفين، هذا الصبح الشامخ الذي نعتز ونفتخر به، نعتز ونفتخر أيضا بإدارته الجميلة وإدارته التي نعتز بها فعلا، وقفة الأستاذ الدكتور نضال بكر عياصر. أحييك أجمل تحية لما تقدمه للوسط الثقافي من خدمات جديدة وجديدة، ولا يختلف اثنان أنت كسكر ماذا؟ الله فلن أزيد كثيرا. أيضا أرحب بالأستاذ دكتور عادل على عودته الميمونة من السعودية، فأهلا وسهلا بك. أرحب أيضا بالزميل ورفيق الدور والقامات الثقافية الأستاذ حسان بيك المجالي، شكرا لك على كل منكم صديق وعزيز، وأقول الحمد لله على السلامة الأستاذ صائم القاضي الذي عاد بعد غياب سنة تقريبا، فالحمد لله على السلامة ووضعك عمل وصحيح طبعاً. نقول الحمد لله على نعمة الأمن والأمان، والحمد لله على أن جرش قائمة منذ الأزل إلى هذا اليوم وإلى الأمام بإذن الله، جرش المدينة العاملة التي ما تزال عاملة إلى يومنا هذا من 333 قبل الميلاد عندما غزاها اسكندر المقدوني، وبعدها 64 قبل الميلاد عندما غزاها بومبي، فما زالت عاملة هذه المدينة إلى يومنا هذا. فحضارات كثيرة تتابعت على جرش، مو لأن مدير المكتبة الوطنية من جرش بس تاريخ لا يقع. فتحية أيضا لكل أبناء جرش وكل من يتعاون مع إدارة المهرجان من أبناء جرش، تحياتي لكم جميعا، وأسمحوا لي أن أرحب بالزميلة سهام، أهلا وسهلا بك إدارة هذه المسجد، والأستاذ عصام وزوز، الأستاذ فسفوس حياك الله، وابنتنا شيماء الدكتورة شيماء. هذه هي الأمسية التي ستنال إعجابكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.